السلام عليكم، معكم شيماء الناقي. انا كنسكن في تقريبا في الحي ديالو، هو ولد جيراننا، الدري اللي عمر ليه الدار. من هذا المنبر بغيت نوصل جوج كلمات للسي الحموشي، بغيت نوصل لك جوج كلمات زوينين. بغيتكم تطبقوا عقوبه ديال الاعدام، باش قتلتي باش تموت ملك الموت. اي واحد يفكر في عمره 17 سنه ولا في عمره 13 سنه ولا يكون مينور يفكر يهز جنويه، يفكر من بعد العقوبه ديالها. حنا كنطالبوا باقصى العقوبات لهاد الدري اللي قتل وهذوك اللي كانوا معاه. هادشي اللي بغيت نقوله. السلام عليكم. تعاودي لنا على الدري، كيفاش كانت الاخلاق ديالو؟ الدري من اطيب خلق الله، قبل ما يموت باربع ايام راه كلشي حاضر، كان صورني بالتليفون ديالي، عطيته هو صورني بالتليفون ديالي. يعني الدري هو من اطيب خلق الله، يعني دري الله يعمر ليه الدار، دري زوين قاري في الشكل، ما كيقولش لا، يتسخر يتعامل، يعني الدري من اطيب خلق الله. واش اللي ناض ولا كيرزي عائله على قده فوليد، هادشي راه حشومه، راه حشومه وعيب. عجز اللسان عن التعبير، ما نقدرش نقول بزاف. المهم اللي غنقول لكم، انا هاد الدري كان من اطيب خلق الله، والوالده ديالو كانت كتخدم عليه باش ديه، وكان ما بقى ليه والو يمشي. خرجت لي لا وسطى، يعني الفيزا خارجه ليه باش يمشي للطاليان. يعني هادشي ظلم، ظلم بزاف، يعني تعدى على الدري بزاف. كيقول لك ما كانش ناوي يقتله، نيه القتل. واش انت ضاربو خاوي عليه المقاطع وما ناويش تقتلو؟ هادي راه حاجه بيزاره، ما يمكنش. وضاربو جدابه حتى الكاسكيطه تقسمات على ثلاثه، الوغ شنو يعني انت ناوي تقتلو؟ كون ما كنتيش ناوي تقتلو ما غتضربو، ما غاش ما ديش اولا الجنويه، ما يضربوش بالجنويه، ما غاش ما ديش الجنويه بالثومه. ثاني حاجه ما غتاخذش المقاطع. ثالث حاجه ضربتيه بالجنويه صافي، ما تعاودوش بالمقاطع، نديرو انت ما ناويش قتلو. هادشي كامل على الرجاء والوداد. اش كتعطيكم هاد الكره كاع؟ اش تستافدوا منا كاع؟ الكره راه حكيمي كيتخلص، كلشي كيتخلص، اللعابه راه اللي ما عندوش عنده واحد 3 مليار في الكونت ديالو، وانتوما بقاو تجيبوا في المناشيف وسيروا للحبس. يعني هادشي راه ولا بيزار، وهادشي ما كيتقبلوش العقل. وكنتمنى اقصى عقوبه لهاد خينا، وخا تكون عائلته كتشوف فيا، وخا يكون اي واحد كيشوف فيا انا دابا كنهضر، كنتمنى اقصى عقوبه، لان هاد الدري ترزاج فيه عائله، ما عرفناش اشنو بينه وبين الله، حتى بغاتو بوزنيقه كامله، ويعني وكلشي عطف عليه، والمغرب كامل شفق عليه، حيت ماش موته خايبه باش يسقيوه 4 دراري او 5 ويديوه للواد غابه. يعني نيه القتل، واش انت غتمشي غيديوك 4 للغابه؟ شنو غنمشي لاعبين كاشكاش؟ نتوما باقيين صغار، يعني غادي باش تقتلو؟ هادشي اللي كاين. خلاصه القول، الله يدير الخير، وكنتمنى اقصى عقوبه لهاد خينا، وخا تكون عائلته كتشوف فيا، وخا يكون اي واحد كيشوف فيا. والسي الحموشي كنتمنى انك تطبق عقوبه، حنا بغينا الاعدام باش اي واحد يفكر يرزي واحد في عائله يشوف من بعد، ولا راه هو غيموت بنفس ديك الطريقه اللي ماش بها داك الدري. والدري كان من اطيب خلق الله. واش غادي نقول لكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، والله يرحمه، والله يوسع على ضيقة القبور، وكنتمنى من ربي يرحمه، وكنتمنى من الله يرحمه، حيت موتو عذبنا بزاف وحطمنا لواحد الدرجه اللي ما يمكنش. الله يرحمه. اخو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاول تحكي لنا يعني الواقعه ديال الجريمه اللي وقعت هنا ديال ولدي. ايه واخا، انا جداتو. انا خويا كنا جالسين، ما علينا ما بينا في الدار في كازا، ياك عيطوا لنا ليله الخميس في العشيه، قالوا لنا راه الياس ضربوا واحد بجنوي. جينا خويا كانت جيره، وهزوه للرباط، داوه للرباط، تبعناه للرباط، ما بقينا شفناه، ما الدري مكرفص. جيت يا الدري، كاينين هما 5، جوج باركين من هنا وجوج باركين من هنا. نطيها الخامس، مشيتي جتي الجنوي وجتي المالقاطع وجيتي. كيفاش بغيت نعرف كيفاش هادوك اللي كانوا باركين من هنا ومن هنا، وهذاك جا من موراه ودورتو لي وجهه، جيت الواد
وضغطي غتغلي لي الراس وكبيتي الماء القاطع وهربتي. علاش هادوك اللي كانوا باركين حدا من هنا ومن هنا كيفاش ما فكوش؟ كيفاش ما شافوش داك الدري كيتكرفص؟ كيفاش ما شافوش داك الدري دمايته دايزه؟ ماشي حشومه عليهم، ماشي حشومه عليهم، هادو مجرمين، هادو بوزنيقه هنا مجرمين، مجرمين. خصنا ناخذوا حقنا حنايا، حنا خصنا ناخذوا حقنا في ولدنا، خصنا ناخذوا حقنا. شنو واحد تعتقد كانوا الاول اللي ضرب ودوك الاربعه قالوا لنا راه خرجوا. كيفاش اللي ضرب؟ اللي ضرب، اللي ضرب بالجنوي، وما الاخرين قالوا لنا خرجوا. كيقولوا هنا في الحي بانه قبل انه يوقع الكارثه واحد من هذوك الاربعه هو اللي عيط للولد ديالك قال لي يلا نمشيو عند فلان ونروحوا معاه، نمشيو نجلسوا معاه. ناض ولدي هز راسو بديك الدمايات، الوقت اللي بغى يهز راسو مسكين تخروع هكا وتخروع هكا، صافي تلاح ما كان نايض ليه، كان نايض ليه، ولكن ملي غلب عليه داك الدمايات راه بحال ذبحتي حولي. تصور ملي كتذبح الحولي راه كتشوف الدنيا كي كتكون بالدمايات. صافي ولدي غلب عليه الدم تلاح، وانا كان توفى بواه في 2011 وكنقول بقى ليا الياس، بقى ليا الياس نشم فيه الريحه، ولكن هذا المجرم ما نكذبش عليك لا سماحه ليه، لا سماحه، لا سماحه، لا سماحه. حرمنا منه من وليدنا، حرمنا منه. مو مشات خرجت لطاليان خدامه عليهم، صوبت لي وريقاته، صوبت لي شغلو. الا هما حاسدين هاد الدري راه حسدوه، الا هما حسدوا هاد الدري راهم حسدوه، ولا سماحه ليهم. المهم توجدت ليهم صوبه لي شاريه لي اللبسه وموجده لي وريقاته وشغلو غادي جايه باش تديه. إذن هذا كيتسمى حسد. هاد المجرمين هادي حرفتهم، هادي حرفتهم المجرمين. ودابا حنا كنطالبوا من حموشي ومن السلطه الله يعزها، الله يعزها، دايره مجهودها، دايره مجهود السلطه، هي اللي واقفين معانا، واقفين معانا ما نكذبش عليك، دايرين مجهودهم. كيقلبوا هكا وكيسولوا هكا وكيسولوا هكا، كيقلبوا كيقلبوا. راهم مشاو معانا دابا حتى للروضه، حتى للروضه مساكن مشاو معانا حتى دفنا ولدي، وولدي راه روحتو اليوم عريس، روحتو للروضه اليوم، راهو مشى تدفن ومشى عريس. وعلاش المجرم غيبقى حي؟ علاش؟ علاش يبقى حي؟ علاش؟ ناخذوا حقنا، خاصنا حقنا. وكنطلبوا محمد السادس الله يخليه لينا ويطولنا في عمره، بغينا تلحقوا هاد الخبار، وبغينا تلحقوا هاد الجريمه تلحقوا وياخذوا لنا حقنا. خويا بغينا حقنا، ما بغينا حتى حاجه، كنطلبوا حقنا. انا حرموني من ولدي، حتى هو خصو يتحرم من والديه، تا هو يتحرم من والديه، ما نكذبش عليك، تا هو يتحرم من والديه. أنا كنقول إلياس، 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 مشى بواه بقى إلياس. أنا كنقول بقى ليا إلياس، بقى ليا إلياس، صافي، مشى عماد بقى إلياس، رباباه في 2011 باش توفى. ولكن هاد السيد كنطالبوا من حقنا خويا، كنطالبوا من حقنا، هاد الشيء اللي كنطالبوا منكم، هاد الشيء اللي كنطالبوا منكم. حقنا يبان، حقنا يبان. والله يعز لينا السلطة، والله يخليهم لينا، والله يجازيهم بخير، والله يجازيكم حتى نتوما بخير. غير ممكن شنو النصيحة اللي تبغى توجهي للناس اللي كيضربوا على قبل الكرة؟ لأن أغلبية الأحيان ولينا كنسمعوا الكرة. هذه قضية أخرى. هادو الصباح الرجاء والوداد، ولدنا ودادي، تناقشوا مع بعضياتهم، دواوا مع بعضياتهم في الكرة، دواوا تناقشوا هذه. صافي ناضوا الدراري هادشي الصباح. صالحوهم الدراري، تصالحوا. صافي ما عند مريضنا ما عنده باس. صافي جا ولدنا لدارهم، طلع لدارهم، هبط الدري، صافي ملي رجع برك. الا هما الاخرين اللي محرشين وبغاو ينتقموا من ولدي راه هي هذيك، الا هما متفقين راه هي هذيك. ودابا حنا كنطلبوا حقنا على الكره كدير هذه الحاله، ما يمكنش، لا يمكن، لا يمكن. الكره حنا معمرين بها قلبنا، حنا الكره حنا كنبغيو الكره، علاش ما كنبغيوش الكره؟ كنبغيوها، ولكن هذا المجرم، هذا مجرم، هذا ماشي غادي الكرة، هذا مجرم كيصفي العباد الله وكيزيد. واللي كنطلب منكم وهو السلطة راه في راسهم كل شيء وراهم واقفين معنا. المهم تي رسالة للناس اللي كيضربوا على قبل الكرة، شنو تبغى تقول لهم؟ وانت فقدتي كبدة من الكبدات ديالك بسبب هاد الخلافات ديال الكرة. كان 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 كنقول لهم الكرة ما دار حتى شي سبب، ينظموا راسهم ويثبتوا راسهم، واللي مشى للتيران ينظم راسه ويثبت راسه. باغي تفرج تفرج، باغي تلعب لعب
وخرج في حراسك، ما تضرب ما تقتل، كاين المخزن في البلاد، كاين السلطة في البلاد، السلطة راه كتكون دائما في التيران، التيران راه كيكون عامل بالسلطة. علاش انت تعديتي على ولدي؟ علاش تعديتي على ولدي؟ وراه لا سمح ليه، لا سمح ليه، انا بعدا ما نسمحش ليه، ما نسمح ليه، لا هنا لا لهي، لا هنا لا لهي، وباغا حقي، باغا حقي، باغا حقنا، باغي حقنا، لا جدوده ولا انا تانا اللي جداه. وكنطلبوا قلت لكم محمد السادس الله يخليه لينا وتلحقوا هاد الخبيره ويسمع هاد الشيء اللي كاين. وكنطلبوا من الله قلت لكم السلطه راها واقفه 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 دايره اكثر من جهدها، الله يجازيهم بخير، الله يجازيهم بخير، هاد الشيء اللي كنطلبوا. وحنا معمرين قلبنا، معمرين قلبنا بالسلطه، معمرين قلبنا.